بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف الثامن. درسنا اليوم زكاة الزروع والثمار. فالله عز وجل أنعم علينا بنعم كثيرة، ومن هذه النعم نعمة الزروع والثمار، وهذه النعمة واجب علينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى عليها، فيكون شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم بأن نزكي هذه الزروع وهذه الثمار. فما معنى الزروع والثمار بعد أن يبدأ؟ ما معنى الزروع والثمار أعزائي الطلاب؟ الزروع والثمار كما هم مبين عندكم في الكتاب هو أو هي كل ما تنبت الأرض من حبوب كالقمح والشعير والأرز والعدس والحمص، والثمار كالتمر والعنب والزيتون. هذا معنى الزروع والثمار. ما حكم زكاة الزروع والثمار؟ حكمها نقول واجبة، والدليل من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، واجبة إذا تحققت شروطها. من كتاب الله قول الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. ومن الأحاديث أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة أي زكاة. وهذا الحديث يتكلم عن زكاة الزروع والثمار، وأحاديث كثيرة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم توجب زكاة الزروع والثمار كما سيأتي معنا إن شاء الله. ما هي شروط زكاة الزروع والثمار؟ حتى تجب زكاة الزروع والثمار على كل مسلم ومسلمة ينبغي أن تتحقق فيها شروط. الشرط الأول أن تكون مما يزرعه الإنسان، فلو كانت هذه الزروع والثمار تنبت وحدها كالعشب أو حبوب حملها الهواء والريح وذهب بها إلى صحراء لا يملكها إنسان، شجر نخيل يعيش في صحراء أو تمر أو عنب يعيش في صحراء، فلا يجب فيه زكاة، فلا يجب فيه زكاة. ثم الشرط الثاني أن تبلغ هذه الزروع والثمار النصاب المقرر شرعا. والنصاب، تعريف النصاب ذكرنا سابقا، هو قدر معلوم من المال حدده الشرع لبدء وجوب الزكاة. إذا بلغ أي مال حد معين وجب فما فوق وجب إخراج الزكاة فيه. هذه الزروع والثمار لها نصاب. نصاب الزروع والثمار كما بين النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أوسق. الوسق نوع من المكيال كان يكيل فيه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نصاب الزروع والثمار خمسة أوسق. هذول الخمس أوسق أعزائي الطلاب بالصاع يساوي الوسق الواحد يساوي 60 صاعا. فيكون نصاب الزروع والثمار بالصاع 300 صاع. 60 صاع في 5 أوسق يساوي 300 صاع. والصاع الواحد الصاع الواحد بالكيلو 2 كيلو و176 غرام. 2 كيلو و176 غرام ضرب 300 فيساوي 8 بالعشرة كيلو غرام. هذا نصاب الزروع والثمار بالكيلو. إذن أعزائي الطلاب، نصاب الزروع والثمار بالوسق 5 أوسق، بالصاع 300 صاع، بالكيلو 652.8 بالعشرة كيلو غرام. إذا بلغ الزروع، إذا بلغت هذه الزروع والثمار 5 أوسق فما فوق 300 صاع، فما فوق 652 كيلو غرام، فما فوق وجب فيها الزكاة، أقل لا زكاة عليها. مقدار الزكاة الواجب فيها إما يكون العشر وإما يكون نصف العشر. العشر إذا كانت هذه الزروع والثمار تسقى بماء المطر، أو كانت هذه الزروع والثمار عثريا يعني بعد تسقى زروع يعني تسقى بماء لا فيه كلفة على صاحبه فعليها العشر. وإذا كانت هذه الزروع والثمار تسقى بماء يشتريه صاحبه أو فيه كلفة استخدام آلي أو الدواريب وغيرها فعليه أن يخرج منها نصف العشر، وهذا من رحمة الله عز وجل. ولكن هنا عندما ذكرنا أعزائي الطلاب شروط وجوب الزكاة، زكاة الزروع والثمار، هناك شرط غير موجود هنا، هل تعلمون ما هو أعزائي الطلاب؟ وهو الحول. لا يشترط في زكاة الزروع الحول، لا يشترط، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وآتوا حقه متى؟ قال يوم حصاده. فلا يشترط الحول عند في زكاة الزروع والثمار. هناك أعزائي الطلاب مسألة في الكتاب كما شاهدنا حوار الجد مع
حفيده رزقنا الله سبحانه وتعالى يقول احسب مقدار الزكاة الواجب فيه 2000 كيلو غرام من القمح، 2000 كيلو غرام من القمح. هذول 2000 كيلو غرام الجد كان قد عزل العشر، العشر العشر أعزائي الطلاب، إما أن يكون 10 على 100 هذا العشر، أو 1 على 10 هذا العشر، نصف العشر إما أن يكون 5 على 100 أو 1 على 20 هذا نصف العشر. واضح أعزائي الطلاب؟ العشر هذا العشر، هذا العشر، وهنا نصف العشر، نصف العشر، العشر إما 10 على 100 أو 1 على 10، نصف العشر 5 على 100 أو 1 على 20. فهنا الجد عنده 2000 كيلو غرام من القمح، هذول عليهم كم أعزائي الطلاب؟ عليهم العشر. فنقول ليش العشر أعزائي الطلاب؟ لأنه هذا القمح كان قد نبت بماء المطر فعليهم العشر، وهنا 2000 كيلو. هل بلغ النصاب؟ نعم بلغ النصاب، لأن النصاب زرع الثمار كم كما ذكرنا 652.8 كيلوغرام فما فوق 2000 كيلوغرام. نقول في العشر كما ذكرنا 10 على 100 فيساوي صفرين، هنا مع صفرين 20 في 10، فكم يكون هنا زكاة زرع الثمار؟ 200 كيلوغرام مقدار الزكاة الواجب في 2000 كيلو من القمح، مقدار الزكاة الواجب في 2000 كيلو قمح عليهم 200 كيلو إغراق. واضح أعزائي الطلاب؟ في عنده هذا الجد 800 كيلو إغرام من إيش؟ فول. وهذا الفول كان الجد قد إيش؟ قد سقاه بماء فيه كلفة، إذا كم عليه؟ نقول عليه هنا نصف العشر، نصف العشر 800 ضرب 5 على 100 فيساوي صفرين، هنا مع صفرين 8 في 5 فيكون مقدار الزكاة الفول هنا كم؟ 40. مقدار الزكاة الواجب في الفول 40 كيلوغرام، مقدار الزكاة الواجب في الفول 40 كيلوغرام، هنا نصف العشر وهنا العشر. طب لو سألنا أعزائي الطلاب، لو كان هذا الزرع أو هذا الثمر يسقى بماء فيه كلفة وما ليس فيه كلفة، نقول نحسب على الأغلب، هل الأغلب أن هذا الزرع قد سقي بماء المطر أم الأغلب الأكثر سقي بماء فيه كلفة؟ إذا كان سقي بماء فيه كلفة أكثر فيخرج منه إيش؟ فيخرج منه ماذا؟ نصف العشر. وإذا كان الأغلب ما ليس فيه كلفة فيخرج عليه العشر. الآن أعزائي الطلاب هناك سؤال، هل تجب في نهاية الدرس، هل تجب زكاة على قيمة الأرض التي زرعت فيها أو زرعت فيها القمح والفول؟ هل يجب؟ نقول هناك كما هو بين عندكم، الأموال التي يملكها أصحابها بقصد الإفادة من إنتاجها كالأرض وسيارات الأجرة والعمارات المؤجرة لا تجب فيها الزكاة، وإنما لا تجب في قيمة، لا تجب هذه الزكاة في قيمتها وإنما تجب في إنتاجها. إنسان عنده 4 قطع أراضي بزرعهم قمح، هل يزكي قطعة منهم قطعة أرض؟ لا، الزكاة تجب في إنتاج هذه الأرض وليس في قيمة هذه الأرض، والله سبحانه وتعالى أعلم. هناك أعزائي الطلاب في نهاية الكتاب أو في صفحة 100 جدول نصوره إن شاء الله تعالى لكم، في أسئلة كمان صورها لكم إن شاء الله حتى تكون واضحة عندكم، وفي أسئلة الدرس كما هي مبينة، وسوف نحل إن شاء الله السؤال الثالث الآن بعض الأمور منه حتى تكون واضحة إن شاء الله. في عندنا أعزائي الطلاب السؤال الثالث، أرسل مقدار الزكاة الواجب في كل ما ميل 3000 كيلو غرام من الشعير سقي بماء المطر. 3000 كيلو غرام من الشعير سقي بماء المطر. أول شيء أعزائي الطلاب، هل 3000 كيلو غرام من الشعير هل بلغوا النصاب؟ نقول نعم بلغوا النصاب، لأنه بالكيلو نصاب زروع الثمار 652.8 كيلوغرام، هذا نصاب زروع الثمار. 3000 كيلو بلغوا النصاب، بلغوا النصاب. طبعا كم عليهم؟ العشر، النصف العشر. هنا ألف يقول 3000 كيلوغرام من الشعير سقي بماء المطر، إذا عليه كم؟ عليه العشر، لأنه إيش؟ سقي بماء المطر، عليه ماذا؟ العشر، فيساوي
صفرين هنا مع صفرين بروحه 30 في 10 فيكون نصاب الزروع هنا مقدار الواجب في الشعير هنا كم؟ 300 كيلو غرام. 3000 كيلو عليهم العشر كم عشرهم؟ 300 كيلو غرام عليهم زكاة. المسألة الثانية 2600 كيلو غرام من الزيتون سقي بماء عسري. 2600 كيلو غرام سقي بماء عسري يعني ماء عسري يعني بعل سقي بماء المطر كذلك. هذا هنا عليه كذلك كم؟ عليه العشر. نقول 2600 كيلو غرام ضرب العشر كذلك صفرين هنا مع صفرين 26 فبيكون عليهم كم؟ 260 كيلو غرام. 2600 عليهم 260 كيلو غرام من الزكاة مقدار الزكاة الواجب. جيم 4000 كيلو 4000 هذا جيم هذا باء هنا جيم 4000 كيلو غرام من الأرز سقي الماء الكلفة سقي ماء الكلفة عليه كم؟ العشر نصف العشر عليه نصف العشر الماء فيه كلفة فبيكون هنا صفرين مع صفرين 40 في 5 فيكون نصاب هنا كم عليهم 200 كيلو غرام. 4000 كيلو غرام من الأرز عليهم 200 كيلو غرام أي نصف العشر. هذه بعض المسائل إن شاء الله تعالى نضع لكم ورقة عمل على بعض مسائل زكاة الزروع والثمار وزكاة الإبل والأنعام إن شاء الله تعالى في درس قادم إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يسمعون قولا فيه يتبعون أحسنه إلى درس آخر نلتقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعزائي طلاب الصف الثامن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى وهو سليمان عليه السلام. نبي الله سليمان عليه السلام، سليمان نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى، وأبوه هل تذكرون من هو أبوه؟ مر معنا في درس سابق. نبي الله داود عليه السلام هو أبو سليمان عليه السلام، وسليمان وداود عليهما السلام هما من أنبياء بني إسرائيل، الله عز وجل أرسلهما إلى بني إسرائيل. والله سبحانه وتعالى أرسل الرسل كما تعلمون لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، حتى يوحدوا الله سبحانه وتعالى ويعبدونه سبحانه وتعالى. والله عز وجل أثنى على نبينا سليمان في آيات كثيرة، منها قول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. أثنى الله عليه لأنه كان كثير الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والدعاء والتضرع إليه. والله عز وجل عندما دعا سليمان الله سبحانه وتعالى استجاب الله دعاءه، فقال الله تعالى قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فالله عز وجل أعطى هذا النبي علما واسعا كما قال تعالى ولقد آتينا داود وسليمان علما. الله عز وجل أعطى داود وابنه سليمان علما واسعا من علوم الدنيا والدين، فجمع لهما بين سعادة الدنيا والآخرة. والله عز وجل هذا النبي أعزائي الطلاب نبي الله سليمان حاله كحال الأنبياء من قبله ومن بعده، الله عز وجل أيدهم بمعجزات. فما هي معجزات سليمان عليه السلام؟ له معجزات كثيرة، منها تسخير الريح، ومنها تسخير الجن له عليه الصلاة والسلام. ومن معجزات سليمان كذلك ثلاثة أعزائي الطلاب، خصه الله بفهم منطق الطير، أصوات الطيور. الله سبحانه وتعالى أعطى سليمان بأنه كان يفهم على هذه الطيور. والله عز وجل أخبرنا في آيات كثيرة من كتابه العزيز عن قصص أو أحداث عظيمة مرت مع سليمان، منها قصته مع النمل وقصته مع بلقيس ملكة سبأ. قصته مع النمل، نبي الله سليمان عليه السلام أعزائي الطلاب كما أخبر الله عز وجل في سورة النمل له قصة عجيبة في
مع النمل. فسيدنا سليمان عليه السلام كان يمشي مع جنوده في وهو خارج إلى ذات يوم بجيشه، ويمشي وفي الطريق يمر بوادي النمل، فيسمع نملة تطلب إلى مجموعة من النمل أن يدخلوا مساكنهم حتى لا يطأهم الجيش بأقدامهم، معتذرة عن الجيش بقولها وهم لا يشعرون. فكما قال العلماء جزاهم الله خيرا، قالت نملة يا أيها، عن قوله تعالى قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. من عجائب القرآن قال علماؤنا أن هذه النملة نادت يا ثم نبهت أيها ثم عينت النمل ثم أمرت ادخلوا ثم نصت مساكنكم ثم حذرت لا يحطمنكم ثم خصت، فقال سليمان، ثم عمت وجنوده، ثم اعتذرت عن سليمان عليه السلام لأنها عرفت بأنه نبي والنبي رؤوف رحيم بالناس والخلق أجمعين، فقالت وهم لا يشعرون، لأن الأنبياء عندهم رحمة بالحيوانات وكل خلق الله سبحانه وتعالى. وعندما يسمع نبي الله عز وجل هذه النملة، ماذا كان رد فعله أعزائي الطلاب عندما سمع هذه النملة تحذر أخواتها من هذا الجيش العظيم الذي قائده نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى لا يحطمنكم سليمان؟ قال تبسم ضاحكا، هذا الأمر الأول، ثم دعا الله سبحانه وتعالى أن يوفقه إلى شكر نعمة الله التي أنعمها الله عز وجل عليه وإلى العمل الصالح، حتى كما قال تعالى حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. نعم أعزائي الطلاب، هذه النملة حذرت مجموعة النمل من أن يحطمهم الجيش بأقدامهم دون أن يشعروا، فطلبت منهم أن يدخلوا مساكنهم. وهذا فيه درس وعبرة، ماذا نستفيد أعزائي الطلاب من هذه القصة، قصة سليمان عليه السلام مع النمل؟ ماذا استفدت يا ترى يا عزيزي الطالب، ماذا تستفيد من قصة سليمان مع النمل؟ نستفيد دروس كثيرة أعزائي الطلاب، منها أن الأنبياء عندهم رحمة بجميع الخلق وجميع الكائنات، منها أن هذه النملة أعطتنا درس عظيم أعزائي الطلاب بأنها لم تكن أنانية، بل حذرت قومها وأهلها وأخواتها من أن يحطمهم جيش سليمان وهم لا يشعرون. ثم القصة الثانية، قصته مع ملكة سبا. سيدنا سليمان كما أخبرنا قبل قليل من معجزاته أنه كان يعرف لغة الطير، وبينما كان يتفقد الطير ذات يوم لم يجد الهدهد، نوع من العصافير، وبعد مدة قصيرة جاء الهدهد ليخبر سيدنا سليمان عن قوم يعبدون الشمس من دون الله عز وجل. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. ثم يأتي الهدهد بخبر، ما هو الخبر؟ وجئتك من سبأ بنبأ يقيم، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. وعندها أراد نبي الله سليمان أن يتأكد من صدق هذا الخبر، فكتب رسالة وأرسلها إلى ملك السبع مع هذا الهدهد يدعوها فيها إلى عبادة الله عز وجل وحده وترك عبادة الشمس وإطاعة سليمان فيما يدعوهم إليه. ويذهب الهدهد بهذه الرسالة إلى ملكة سبأ، وعندما وصلت الرسالة إلى ملكة سبأ ماذا كان ردة فعلها أعزائي الطلاب؟ أخبرت الملأ أشراف القوم وطلبت إليهم إبداء المشورة، فأخبرتهم فأخبروها، كان جوابهم أنهم قالوا نحن أصحاب قوة. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. فماذا كانت ردة فعلهم؟
قالوا نحن أصحاب قوة، إذا أردت يا أيها الملكة قتال سليمان نقاتله، وتركوا لها القرار. فماذا كان ردت فعلها؟ قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون. فبعثت بهدية ما لسليمان عليه السلام. لماذا بعثت هدية؟ هدية ثمينة. لماذا بعثت بهدية ثمينة؟ قال العلماء بعثتها أو لأمرين، الأمر الأول لتأمن جانبه، والأمر الثاني لتختبر مدى عزمه على المضي، لتختبر هل هذا الرجل، هل هذا هو ممن يحبون الدنيا، ممن يريدون الدنيا، أم ممن يريدون، ممن كان يكون همهم الآخرة. فعندما وصلت الهدية إلى نبي الله سليمان استنكرها ورفضها. فبعد ذلك بين لهم بأنه ليس بطامع في المال، لأن الله أعطاه خيرا من هديتهم. وعندما وصل رد سليمان عليه السلام إلى سبأ ملكة اليمن، خافت على ملكتها وقررت الذهاب إليه. لماذا قررت الذهاب إليه؟ خوفا على ملكها. وقبل أن تصل أراد سليمان عليه السلام وهي في الطريق أن يظهر لها مدى قوته وتأييد الله عز وجل له، فطلب إحضار عرشها، فنقل عرشها بأمر الله سبحانه وتعالى قبل أن تصل. وكان سليمان قد غير في العرش ليختبر معرفتها. فلما وصلت وسألت، سألها سليمان هكذا عرشك؟ قالت كأنه هو. وعندما كان هذا الصرح أو هذا العرش القصر ممرد من قوارير من زجاج والماء من تحته كشفت عن ساقيها، فاعتقدت أنه ماء، وكان هذا العرش أو هذا القصر أرضيته من زجاج شفاف تحته ماء، فاعتقدت أنها ستمر على الماء لأنها لم ترى الزجاج، فكشفت عن ساقيها. فبين لها سليمان بأنه قصر ممرد من قوارير أي من زجاج. فعندها قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. نعم أعزائي الطلاب، كذلك هنا في عندنا دلالة، أستنتج دلالة واحدة على قول أو من دعوة سليمان عليه السلام عندما قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. هنا الدلالة أهمية الدعاء، مثلا أهمية الدعاء، دعاء مهم. ثم استجاب الدعاء، دعاءه سليمان عليه الله، بأن الله سبحانه وتعالى قد استجاب دعاء سليمان عليه السلام. ولكن أعزائي الطلاب نسأل هنا، ماذا استفدتم، ماذا استفدت عزيز الطالب من قصة سليمان مع ملك السبأ يا ترى؟ ماذا استفدنا أعزائي الطلاب؟ هناك دروس كثيرة نستفيدها، منها على سبيل المثال كما هم بين عندكم في الكتاب التثبت من الأخبار قبل اتخاذ القرار، ثم بالشكر تدوم النعم. وكذلك من الأمور أن هذه القصة، قصة سليمان مع ملك السبأ، فيها مغزى دقيق لأصحاب الجاه والسلطان والعظماء والملوك. سليمان كان نبي وكان ملك، علم الملوك، ملوك الدنيا من بعده أصحاب المناصب، بأن يجعلوا هذا المنصب وسيلة للدعوة إلى الله عز وجل. فلم يترك سليمان حاكما جائرا ولا ملكا كافرا إلا دعاه إلى الله. وهكذا كان شأنه مع بلقيس ملكة اليمن، حتى تركت عبادة الشمس والأوثان وأتت مع جندها، مع جندها خاضعة مسلمة مستجيبة لدعوة سليمان عليه السلام. هناك أعزائي الطلاب في نهاية الدرس، هناك أسئلة في نهاية الدرس موجودة عندكم في الكتاب، هناك أسئلة نصورها لكم إن شاء الله تعالى في نهاية الدرس.